الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي هيأ أسباب هذا المجلس الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا ونافعا. نلتقي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله مع موضوع نحتاجه جميعا، وهو موضوع التواضع، وأخص بالذكر تواضع العلماء أو ما ينبغي أن يكون عليه العلماء. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه، ثم ذكر أحوال بعض العلماء والمحدثين. وينبغي أن نوطن أنفسنا أولا أن الذي نسمعه في هذه المجالس ينبغي أن يكون لنا منه نصيب، وإلا فلا ينتفع العبد بسماع القرآن الذي هو كلام الله، بل ها أن ينتفع بسماع سير الصالحين. فالرجل إذا لم يوطن نفسه على العمل بما يستفيده من الوحي الشريف ومن سير السلف الصالح التي وصفها العلماء بأنها جند من جنود الله، سير العلماء جند من جنود الله، فلا بد أن نعتني بهذه الأحوال وأن نعتني بهذه الأخلاق وأن يكون لنا منها نصيب حتى لا تكون حجة علينا يوم القيامة. جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، إلى أن قال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتواضع الناس، فلا يفخر بعضهم على بعض ولا يبغي بعضهم على بعض. وجاء أيضا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعائشة رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه وفي شأن حاله الذي كان عليه من التواضع ومن الخصاصة والفقر، فقال لها: يا عائشة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا. فنظرت فإذا جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك، أشار إليه أن ضع نفسك، فقلت: نبيا عبدا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا، يأكل يوما ويشبع يوما. وهذا أيضا من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة هذه الأمة وقدوتهم، فينبغي أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه كما نتبعه في عقيدته وفي عبادته وسلوكه، لا بد من هذا. ولما جاءه رجل من الأعراب وكان يدخل على الملوك ويدخل على الجبابرة، فدخل عليه فإذا به ترعد فرائصه فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت بمكة تأكل القديد،
إنما أنا ابن امرأة كانت بمكة تأكل القديد، يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمكة وكانت تأكل القديد، ولا شك أن القديد يأنف من أكله الكبراء، القديد هو اللحم المجفف، وإنما يجففه الناس من أجل حاجتهم إلى اللحم وعدم قدرتهم على تحصيله يعني طريا، فلذلك يحفظونه بهذه الطريقة. إنما أنا ابن امرأة كانت بمكة تأكل القديد. وأيضا صح عنه أنه قال إنما أنا بمنزلة العبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دخل مجلسا من المجالس يجلس حيث ينتهي به المجلس، يجلس حيث ينتهي به المجلس، لم يكن له مجلس خاص صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يجلس بين أصحابه كأحدهم، حتى إنه كان يأتي الرجل من الأغراب ممن لا يعرف شخصه صلى الله عليه وسلم فيريد لقاءه، فيدخل على القوم فيقول أيكم أبو القاسم، أيكم أبو القاسم، شكون هو فيكم محمد؟ نحن نسمع عن محمد ونريد أن نسأله ونريد أن نختبره، أيكم محمد؟ فيشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشار إليه، يعني لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثال الأعلى في التواضع وفي الخلق الحسن صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر وسيد ولد آدم وخير من مشى على الأرض بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم يبنون المسجد بالمدينة في أول الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء المسجد، لما أراد أن يشتري الحائط الذي كان لبعض اليتامى فأرادوا أن يهبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبى إلا أن يكون بالثمن، فلما شرعوا في البناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن مع أصحابه، يحمل الحجارة ويحمل يعني الطوب مع الصحابة رضي الله عنهم، ويرتجز اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، كان يرتجز صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا وقع في يوم الخندق، لما أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت الأحزاب، يعني تحزبت الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللقضاء عليه وعلى أتباعه، فجاء سلمان رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا يفعلونه في فارس، هذه خطة حربية لم تكن معروفة عند العرب، فأرشده إلى حفر الخندق وأن يجعل بينه وبين العدو هوة سحيقة لا يمكن أن يعني تجوزها الخيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحفر مع أصحابه ويحمل التراب من الخندق ويرتجز ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته أبينا أبينا أبينا، هكذا في البخاري. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد نفسه كأحد من هذه الأمة، لا يتميز عنهم بشيء، وإنما هو رسول أوحى الله إليه بالوحي الشريف وبالرسالة التي ختم الله بها رسالاته، لكنه كان متواضعا في نفسه، لا يفخر على أصحابه ولا يتكبر عليهم، لأن الكبر ليس من صفات المخلوقين، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، من أسمائه المتكبر، من أسماء الله سبحانه وتعالى المتكبر. وقد جاء في الحديث القدسي الكبرياء إزاري والعز ردائي، فمن نازعني شيئا من ذلك عذبته أو قصمته، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالعز وتفرد بالكبرياء، ولا يجوز لمخلوق أن ينازع الله سبحانه وتعالى في ذلك. وكان من حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالط الفقراء وكان يخالط الصبيان، فجاء في حديث أنس عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم حتى إنه ليقول لأخ له صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان لأخ لأنس رضي الله عنه نغير صغير وهو طائر صغير كان يلعب به، فلما مات وجد عليه وجعل الصبي يبكي
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هل تتصورون تواضعا مثل هذا التواضع؟ هذا ليس من رجل عادي، وإنما هو رسول بعثه الله سبحانه وتعالى بمهمة جسيمة وبوظيفة عظيمة، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومع ذلك يلتفت إلى الصبيان فيلاعبهم، ويلتفت إلى الصغار فيلاطفهم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، فأوجزت وبالغت في المعنى، يعني عبارتها وجيزة لكنها حملت معنى عظيما، كان خلقه القرآن، يعني ما من خلق وجدته في القرآن مدحه الله أو أثنى عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم له منه أوفر نصيب، وما من خلق ذمه الله سبحانه وتعالى في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عنه. هذا معنى قولها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عنها رضي الله عنها أنها لما سألها عروة بن الزبير: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ وهذه رسالة إلى الأزواج الآن، يعني بعض الأزواج، إن لم أقل كثير من الأزواج، يأنفون من العمل في البيوت، يعني لا دخل هو البيت كيقول صافي انتهت مهمته، فجميع مهام البيت هي على المرأة، وإن شق ذلك عليها فلا يعينها ولو بغسل صحن من الصحن، يعني ما كيتعاوناش، كيقول لا هذه خدمة ديال النساء. إذن عروة يسأل عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. إذن هذه كلها أمور كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخصف نعله وكان يخيط ثوبه، وكان في بعض الروايات كان يحلب شاته ويكنس بيته، يعني لا يستنكف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء، لكن إذا سمع يعني النداء خرج كأن لم يعرفنا، كما تقول في حديث آخر رضي الله عنها: وكان يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة ولا يأنف من ذلك صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن نفسه أنه كان يرعى الغنم لقريش على قراريط، كان يرعى الغنم لقريش على قراريط، يعني في بدء الأمر دياله صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، ولذلك لما كان مع أصحابه يجنون الكبات، يعني نبت يعني ينبت في الصحراء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. فقالوا: أو تعرفه يا رسول الله؟ أرعيت الغنم؟ قال: نعم، وما من نبي إلا وقد رعاها، ما من نبي إلا وقد رعاها. وقد ذكروا في الحكام أن الله سبحانه وتعالى إنما هيأ الأنبياء لرعاية الغنم لما فيها من التفرق ولما فيها من الصعوبة، يعني من باب التمرين، فإنه إن استطاع أن يعني يجمع الغنم وأن يرفق بالغنم وأن يردها وأن يمشي بها وأن يغدو بها ويروح، فإنه يكون أقدر على سياسة الناس وعلى سياسة الأمم، لأن الناس يعني يتفرقون أشد من تفرق الغنم، فهذا يعني من باب يعني التدريب لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان هذا الوصف خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن للصحابة رضي الله عنهم نصيبا منه؟ لا شك أنه من تتبع أحوال الصحابة رضي الله عنهم وقرأ في تراجمهم ونظر فيها يجد أنهم كانوا على ذلك المنوال، كانوا يظهرون التواضع وكانوا يظهرون يعني المسكنة، لأنهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أنجب من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا أبو بكر الصديق لما استخلف، يعني لما ولي الخلافة على المسلمين، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عليهم، أصبح غاديا على السوق، أصبح غاديا على السوق، يعني في الصباح مشى للسوق كعادته، وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة، يعني من العادة ديال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه
الناس اللي ما كيقدروش يحلبوا الأغنام كان كيمشي عندهم البيت ويحلبوا أغنامهم. فلما بويع قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا، الآن لا يحلب لنا. فقال بلى لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه. وهذا ذكره ابن الجوزي في التبصرة، يعني انظروا إلى من وصل إلى منصب دقيق وتافه لا يكاد يذكر بين المناصب ومع ذلك يتغير، لأن الناس إذا لم يتربوا يعني تربية صحيحة تنبع من أعماق قلوبهم فإنهم يفتنون بالدنيا، يفتنون يعني كيكون منصب يعني قليل جدا لا يعد شيئا، ومنصب يتقلب أهله ولا يبقى لأحد، كما قيل يعني لبعض الخلفاء والله لو دامت لأحد لما وصلت إليك هذه الإمارة وهذه الخلافة، لو دامت لأحد لما وصلت إليك، ولكنها تنتقل، والله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء سبحانه وتعالى. فشوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه، لا يغيرني ما دخلت فيه، يعني يبقى الإنسان في الطبع دياله، يبقى الإنسان في التواضع دياله، لا يحمله هذا المنصب على الكبر وعلى يعني التجبر على الناس وعلى نسيان يعني ما كان عليه قبل أن ينال ما ناله من حظ الدنيا. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه، والقصة مشهورة وربما ذكرناها في حديث أو في محاضرة العزة، العزة لله جميعا، ذكرنا في هذا القصة لما فتح الله بيت المقدس على المسلمين أبوا أن يتسلم المفاتيح إلا الخليفة، فبعثوا إلى عمر رضي الله عنه، فجاء وغلام له على ناقة يعتقبان عليها، يعتقبان على الناقة، يعني يركب أمير المؤمنين مرحلة ثم ينزل فيقود الناقة وعليها غلامه يركب. فلما أتوا على مشارف بيت المقدس إذا النوبة في الغلام، الغلام هو اللي فيه النوبة ركب وأمير المؤمنين يجر الناقة، فاعترضته مخاضة فحمل عليه وألقاهما على كتفه فخاض في المخاضة. فلما رآه أبو عبيدة وهو أمين هذه الأمة وهو من العشرة المبشرين بالجنة قال والله يا أمير المؤمنين ما أحب أن القوم استشرفوك، ما أحب أن القوم استشرفوك. فقال له يا أبا عبيدة والله لو قال ذا غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمته التي سارت بها الركبان، نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن كنا أذل قوم، يعني إشكال العرب قبل أن يشرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة، كانوا أذل قوم، كانوا يقتلون يعني الأنفس ويأيدون يعني البنات ويقطعون الأرحام ويأكلون الميتة ويأكل القوي منهم الضعيف ويعبدون الأصنام، يعني كانت يعني حالهم على الوجه الذي ذكر في السير. طيب أعزنا الله باش بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن هذا من تواضع عمر رضي الله عنه، وأنه لا ينظر إلى أحوال الناس وإلى تقييم الناس، يعني كاين الإنسان اللي ربما مريض بهذه القضية ديال الناس، أش غادي يقولوا عليا الناس، أش غادي يقولوا عليا الناس، فربما خالف الشرع من أجل إرضاء الناس ومن أجل أن يوصم بأوصاف يعني يقبلها الناس. أنا ما نديرش هكا، إلا درت هكا غادي يقولوا لي كذا وغادي يوصفوني بكذا. فأنت يا عبد الله عليك أولا أن ترضي خالقك سبحانه وتعالى، ولا يهمك سخط عنك الناس أم رضوا. ولذلك فإن حقيقة التقوى أن يستوي عندك المادح والذام، يعني باش يكون الإنسان فعلا متقي حق التقوى هو أن يستوي عنده من يذمه ومن يمدحه، من يذمه ومن يمدحه. لماذا؟ لأن المدح لا يزيده شيئا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يحثى في وجوه المداحين التراب، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. من كيجي شي واحد يمدحك إلى لقيتي تهز شي حفنة ديال التراب وترمي عليه في وجهه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المدح يعني هو الذبح، المدح هو الذبح، يعني لا شك أن الإنسان لو كان يعني صاحب فضل وصاحب خير وصاحب يعني صلاح وزهد وكذا فيذكره الناس في غيبته ويثنون عليه ويدعون له في خلواتهم، هذا أمر طيب ولا بأس به، لكن المدح في يعني حضور الإنسان هذا في الحقيقة يقطع العنق.
هذا يقطع العنق. وأما عثمان، وأنا أكتفي يعني بذكر أثر واحد فقط بالنسبة لهؤلاء الأعلام كي لا أطيل، من أجل أن أصل إلى ما أردت وما قصدت من ذكر أحوال المحدثين والعلماء. قال الحسن: رأيت عثمان بن عفان، رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، ويقوم وأثر الحصى بجنبه، فنقول هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. يعني لم يأنف بعدما وصل إلى الخلافة أن يقيل في المسجد وأن ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه فيظهر أثر الحصى والرمل على جنبه رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه لم يكن فقيرا ولا محتاجا، فكان يمكن أن ينام على الوثير، فإنه كان من أغنياء الصحابة كما علمتم، ولذلك لما دعي إلى الإنفاق أنفق نفقة لا يقدر عليها، فاشترى بئر رومة وسبلها جعلها للمسلمين في سبيل الله، وجهز جيشا كاملا، جيش العسرة، يعني إبل كثيرة بأقتابها وأحلاسها وعددها، كل ذلك من حر ماله رضي الله عنه، وهذا يعني أقر به أهل الدار الذين قتلوه عليهم من الله ما يستحقون، لما حاصروه في الدار وأرادوا الدخول عليه وقتله يقول: نشدتكم الله، أتعلمون أني فعلت كذا؟ فيقولون: اللهم نعم. أتعلمون أني فعلت كذا؟ يقولون: اللهم نعم. يعني المقصود هو أنه كان غنيا وكان ثريا وجاء بمال كثير، فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقلب الدنانير في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا تواضعهم مع أنهم بلغوا الغاية التي لا يمكن أن يصل الناس إليها اليوم، ويكفي أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بشرهم بالجنة. هؤلاء مبشرون بالجنة، يعني ضمنوا الفوز بالجنة وهم يمشون على الأرض، ومع ذلك قد ضمنوا دخول الجنة، وما غرهم ذلك، ولا نقصت أعمالهم، ولا تكاسلوا في بلوغ الأرب والمراد والواجب عليهم من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا وقعوا في شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. أما تواضع علي رضي الله عنه فقد رؤي كما روى ذلك يعني هناد يعني في كتاب الزهد عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل منهم قال: رؤي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه إزار مرقوع، وعليه إزار مرقوع، فقيل له: تلبس المرقوع؟ فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع به القلب، يقتدي به المؤمن ويخشع به القلب. إذن هؤلاء كانت لهم مقاصد، كانت أفعالهم لا تخلو من حكمة ولا تخلو من مقاصد، يعني لماذا يلبس المرقوع وهو قادر على غيره؟ قال: يقتدي به المؤمن، لأن المؤمن إذا رأى الخليفة يلبس المرقع فإنه يقتدي به ولا يتكلف الكسب الحرام من أجل لبس الجديد، ويخشع به القلب، فإنهم كانوا يعمدون إلى هذه النفوس فيكسرونها إذا رأوا منها شيئا من الجفاء، وإذا رأوا منها شيئا من الكبر، يعني كان لا شيء واحد حس بشي حاجة ديال الكبر فإنه يكسر نفسه ويمضي إلى السوق ويحمل حزمة الحطب أو يحتلب الشاة أو يركب الحمار. لماذا؟ لكي يكسر النفس، لكي يكسر النفس. وكان عمر بن عبد العزيز، وهو من علمتم يعني في العلم والجاه والمنصب والعدل، كان رحمه الله تعالى كان عنده قوم ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه، فيعني انطفأ السراج، يعني جالسين وهذاك السراج القنديل أو ما يستضاء به يعني انطفأ، فقام إليه فأصلحه، قام إليه الأمير فأصلحه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نكفيك؟ قال: وما ضرني، قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، يعني قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز،
ولأنه قد عرف في الآداب أنه لا يجوز استخدام الضيف، فلما كانوا أضيافا نزلوا عليه فكان يخدمهم. وقد وقعت رواية لهارون الرشيد، ويعني كان عنده مجلس به العلماء والمحدثون، فلما يعني وصل الطعام يعني جاء هارون وأخذ يصب على يعني أبي معاوية يعني الضرير، وهو من علماء الحديث، وهو لا يعرف من يصب عليه. فقيل له: أتدري من يصب الماء عليك؟ قال: لا أدري. قالوا: أمير المؤمنين. قال: أمير المؤمنين. قال: أردت أن أرفع شأن العلم، أردت أن أرفع شأن العلم، أو كما قال. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كلام طويل أجتزئ بعضه، يقول رحمه الله تعالى: فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل وأنه لا شيء. يعني إذا أراد الصادق أن ينتفع فلا شيء أنفع من هذا الوصفة، هذا الوصف. يعني لبغى الإنسان ينتفع ويكون صادق يتبع هذه الوصفة هذه. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل وأنه لا شيء، يعتبر نفسه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد إسلام حتى يدعي الشرف فيه. ينبغي أن يعتبر أن إسلامه مدخول، وأنه لم يصح إسلامه بعد حتى يتجاوز ذلك فيدعي أنه صاحب شرف في الإسلام. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شهد له العدو قبل الصديق والمخالف قبل المؤالف بأنه عالم عالم، يعني سواء من وافقه ومن خالفه في بعض الأمر كلهم يشهدون بأنه كان من أعلام هذه الأمة، ومع ذلك يقول: ما لي شيء وما مني شيء ولا في شيء. وكثيرا ما كان يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. رحمة الله على شيخ الإسلام. فماذا يقول من بعده؟ يعني ماذا يقول من بعده؟ يعني كان شيخ الإسلام يقول: دائما أنا أجدد إسلامي، دائما يعني يبدو لي شيء كنت جاهلا به بالأمس وأنا أجدد وأصحح. من تواضع العالم أنه يغير أمره متى بدأ له الحق. وستأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض النقول تبين أن العلماء ما كانوا يتمادون في الباطل، وإنما إذا ظهر لهم الحق آثروه على نفوسهم. يعني ماشي الإنسان تيقول لك: والنفس أنا، وأنا كنت كنقول كذا، وكيفاش نرجع، كيفاش نتغير. لا، هذا يعني وضعوه تحت أقدامهم لأنهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. جاء في تاريخ دمشق عن أبي جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق النحوي، وقد سأل البخاري رحمه الله تعالى عن بدو أمره فأخبره، يعني متى بدأت ومتى ظهر أمرك. فقال له: فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. جعل يختلف إلى المحدثين ويغشى مجالسهم ويحضر يعني دروسهم وإملاءهم. وقال يوما فيما كان يقرأ للناس، يعني الداخلي هذا من شيوخ البخاري، كان يحدث الناس، وطبعا المحدثون كانوا يملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي جمعوه من أشياخهم يجلسون مثل مجلسنا هذا ويقولون: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصلون بذلك إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، يعني على ما يكون الحديث. قال: فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. وقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، يعني واحد الإسناد هو يذكره بهذا الشكل هكا، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له، القائل الآن هو البخاري، فقلت له: يا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كانت عندك، ارجع إلى الأصل، لأن المحدثون، وهذا معروف في يعني مصطلح الحديث،
يعني هناك ضبط صدر وضبط كتاب، كان ضبط الصدر وكان ضبط الكتاب. ضبط السطر هو الحفظ المتقن، وضبط الكتاب هو أن يكون له كتاب يضن به ولا يدعه يعني في أيدي الناس، كيكون عنده الكتاب محافظ عليه، يعني فيش كيسمع من الشيخ دياله كيقيد يعني المرويات بدقة ويصلح من زملائه ومن يطلب معه الحديث، كيكون عنده الكتاب مضبوط. فإذا حدث من حفظه فأخطأ يرجع إلى الأصل الذي هو الكتاب. فلذلك البخاري لما تعقبه في هذا وأخبره أن أبا الزبير لم يسمع من إبراهيم قال ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل بيته ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام؟ يعني تصور دابا داخلي كان عالم كبير والبخاري بقي غلام صغير. فقال له كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، مش أبو الزبير، الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه، كيصحح الكتاب من نشر من الحفظ ديال البخاري، لأن البخاري رحمة الله عليه يعني كان آية في الحفظ، ونحن نتعجب من هؤلاء الذين يريدون أن يلمزوا البخاري وأن يطعنوا فيه، قاتلهم الله أن يؤفكون. هذا يعني جبل، هذا علم لا يمكن أن يدرك شأوه. روي عنه أنه كان يأتي المجلس من مجالس العلماء ويختلف إليهم أياما، فلما رأى أصحابه أنه لا يكتب، يعني كيمشي هو جماعة من الأقران دياله من المحدثين وكيجلسوا عند العلماء، هما كيحاولوا يكتبوا وما كيكتبش. فلما مضت يعني بضع عشرة ليلة، يعني يمكن 16 يوم أو أكثر وهو لا يكتب، فعابوا عليه ولاموه. فلما أكثروا عليه قال لهم يعني خذوا كتبكم، فأخذ يملي عليهم الأحاديث حديثا تلو الحديث ما يخطئ في حرف من ذلك. فقال أتظنون أنني أضيع أيامي؟ مش كتظنون أنني كنضيع الوقت ديالي وكنضيع الأيام ديالي، إنما أحضر وأعطاني الله سبحانه وتعالى حافظة قوية. هذا هو البخاري رحمه الله تعالى. قيل له يعني أخذ القلم من البخاري وأحكم كتابه، فقال صدقت. أنا القصد عندنا على الشاهد عندنا هو قضية التواضع. هذا عالم كبير تعقبه غلام، فلما رأى أن الحق مع الغلام أخذ منه القلم فأحكم كتابه، صحح كتابه من حفظ الغلام وقال له صدقت. فقال له بعض أصحابه ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ قال ابن 11. كان عنده 11 عام، كان عنده 11 عام. احنا الصبيان ديال 11 عام شنو؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. ومثل هذا وقع لمحمد بن عمار الموصلي، قال رددت على المعافى بن عمران، وهو أيضا من أهل الحديث الكبار، رددت على المعافى بن عمران حرفا في الحديث فسكت. فلما كان الغد، يعني رد عليه تعقبه ويسكت، فلما كان من الغد جلست في مجلسه من قبل أن يحدث، وقال إن الحديث كما قال الغلام، إن الحديث كما قال الغلام. قال ابن عمار وكنت حينئذ غلاما أمرض ما في لحيتي أي شعرة. غلام أمرض يعني لم تنبت له لحية، باقي صغير غلام، ومع ذلك رد على المعافى ابن عمران رحمة الله على الجميع. ومثل هذا وقع لعبد الرحمن بن مهدي، وكان صغيرا في الطلب. عبد الرحمن بن مهدي يعني صار إماما من أئمة الحديث، ولكن هذه الواقعة وقعت له وهو صغير في بدء طلبه. قال كنا في جنازة فيها عبيد الله ابن الحسن العنبري، وكان على القضاء، كان قاضيا على البصرة. وطبعا في الزمن الأول، خلينا من الآن يعني يولى المناصب من ليس لها بأهل، لا يعني ما كان يتولى القضاء ولا يعطى منصب الإفتاء إلا العلماء والفحول، هذا الشأن يومئذ. يعني من كتسمعوا فلان القاضي عرف بأنه قد أحاط بالعلم يعني إحاطة كبيرة جدا، أحاط بالعلم إحاطة كبيرة، هذا قاضي البصرة. قال فلما وضع السرير، يعني الجنازة، فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله، قال فسألته عن مسألة فغلط فيها، سألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، إلا أني لم أريد هذا، يعني ما أردت تخطئتك أو
يعني تقريعك أو التنقص منك كما يفعل بعض ضعاف النفوس. يعني كاين دابا اللي كيكون مقصود عنده هو يتنقص الناس، يعني ليس الغرض هو تصحيح المعلومة، وإنما الغرض أن يطعن في الشيخ أو في المحاضر وأن يظهر فضل نفسه عليه، يقول لهم زعما شوفوا أنا أعلم من هذا. ورحمة الله على الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى حينما ذكر في كتاب الحلية، حلية طالب العلم، يعني لما ذكر آفات الطلب لعله في الفصل السابع، قال التنمر يعني في العلم تنمر، وذكر مسألة، يعني قال كيجي شي واحد وكيحفظ واحد المسألة، يحفظها بجزئياتها وتفاصيلها، واحد مسألة من مسائل الفقه، فيحفظ أقوال المختلفين فيها، فإذا حضر مجلسا من مجالس العلم وحضر يعني كبير من الكبراء ألقى المسألة وأثارها بين الناس، فربما تكلم فيها الشيخ بما حضره، لأن الشيخ ما يمكنش يكون محيط بالمسألة، وربما يكون يعني قد طال العهد بينه وبينها، فكيجي هذا كيقول له ما قولك رحمك الله في هذه المسألة، فيجيب الشيخ فيقول الطالب ولكن فلان قال فيها كذا وكذا، وما الرد على من قال كذا، وكيبقى يذكر، فالناس كيبقوا يتلفتوا واش تبارك الله هذا كاع معنا هذا تبارك الله، شوف شوف العلم الذي يحمله. وعلاج ذلك سهل كما قال يعني العلماء، هو أن يخرج به من تلك المسألة إلى مسألة قبلها، فحينئذ يفتضح أمره. فالمقصود أن هذا السائل لم يريد هذا الأمر ولم يريد تنقص العنبري رحمة الله عليهم جميعا، قال وإني لم أريد هذه، إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا أي ذيلا في الحق، يعني يمكن نكون أنا آخر واحد ولكن مع أصحاب الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، أحسن من نكون أنا هو الرئيس ديال المبطلين، نكون ذنب في الحق، يكفي أن أكون في جماعة أهل الحق وإن كنت ذنبا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يذكر أمر الجهاد يعني يذكر بأنه لا فضل لأحد على أحد، وأن شأن المؤمن لا يضره إن كان في الساقة أو كان في الميمنة أو كان في الميسرة، لا يضر، لأنك أنت تريد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولا يضر، فيكفي أن تكون محقا وتلزم أهل الحق. يقول الشافعي رحمه الله تعالى ما دفع رجل حقا إلا سقط من نظري، ما دفع رجل حقا إلا سقط من نظري، وما أذعن له إلا هبته واعتقدت مودته. شوف دابا الموازين اللي كانت عند الأئمة، إذا جاء الرجل فأخبر بالحق فدفعه فإنه يسقط من نظري الشافعي، يقول صافي يعني القيمة ديالو مبقاتش. علاش؟ لأن الأصل في أهل العلم أنهم يرومون الحق، الأصل في العلماء. وسبحان الله أنا أتعجب، يعني العالم الأصل فيه أنه يقرأ الوحي الشريف، يقرأ الكتاب ويقرأ السنة ويقرأ سير العلماء، ثم يقف على الحق ويتبين له، ومع ذلك يصر مستكبرا على الباطل، ما هذا؟ إذن قال يعني ما دفع رجل حقا إلا سقط من نظري، وما أذعن له إلا هبته واعتقدت مودته، كيقول لك يحبه، يعني يفرض عليك محبته لأنه يتواضع. ووالله إن العلماء الذين يتواضعون والذين يرجعون إلى الحق إذا بدا لهم والله يرتفع شأنهم مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. يعني الشيطان اش كيدير؟ الشيطان كيجي لعند هاد الناس وكيقول له لا انت إلا درت هكا غادي يخللوا منك الناس، وغادي يقولوا انت ما عارف والو، وانت هاد المسألة غابت عليك كيف وانت كذا وكذا. فالعلماء كانوا يقولون لا أدري، ابن وهب رحمه الله تعالى يعني من تلامذة مالك رحمه الله يقول والله لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح، لو كتبنا عن مالك لا أدري، يعني كان كثيرا ما يسأل فيجيب بقوله لا أدري، ولقلة المؤنة ولقلة الورق والألواح التي كانوا يكتبون عليها ما كانوا يدوننا هذا، يعني هم تعرفوا تيستفدوا منه من باب التربية ولكن ما يكتبونه. قال لك كنا كنكتبوا سئل مالك عن مسألة في الزكاة فقال لا أدري، سئل مالك عن مسألة في الحج فقال لا أدري، سئل مالك عن مسألة في الإجارة فقال لا أدري، سئل مالك عن مسألة في الشركة فقال لا أدري. طيب لملأوا الألواح
وهم يحتاجون هذه الألواح ليملؤوها بالعلم المؤصل، أما لا أدري فيستفيدون منه تربية، يستفيدون منه تربية. فالإنسان إذا قال لا أدري فلا ينقص قدره. ولذلك لما ذكر شيء من ذلك للحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن الملائكة لم تستحي، لما سأل الله سبحانه وتعالى الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقس على ذلك بقية الأمور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء لا يعرفه فيرجئ السائل حتى ينزل عليه الوحي، حتى ينزل عليه الوحي. فإن الذي يجيب في كل مسألة مجنون، الذي يجيب في كل مسألة سواء علمها أو جاهلها. يقول مالك أو عبد الله بن وهب المصري تلميذ مالك كنت عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع. تخليل الأصابع يعني الإنسان حينما يتوضأ يعني من السنة أن يخلل أصابع ليتأكد من أن الماء قد يعني عم جميع الكف وجميع القدم، يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. فلم يرى ذلك، يعني قال ليس ذلك على الناس، يعني هذا ما وجدت فيه شي سنة، يعني ليس من الواجب على الناس. سئل عن تخليل الأصابع فلم يرى ذلك فتركته حتى خف المجلس. هذا واحد الأدب من الأدب أيضا، تركته حتى خف المجلس، يعني المجلس كان غاصا بالناس فتركه حتى انصرف أكثر الناس. فقلت له إن عندنا في ذلك سنة، إن عندنا في ذلك سنة. حدثنا الليث وعمر بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خلل أصابع رجلك، يعني حدثه بحديث يعني يرويه بإسناده. فرأيته بعد ذلك يسأل عنه فيأمر بتخليل الأصابع، وقال لي ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن، ما سمعت بهذا الحديث. يعني الآن يعني سبحان الله، يعني تجد طالب العلم الصغير، لا أريد أن أقول الحقير، ومع ذلك إذا أفاده غيره بفائدة يستنكف أن يرد الفضل له، ما يقولش بإنه علمني فلان ولا وراني فلان، وإنما يقول سبحان الله المسألة كانت عندي فراسي غير غفلت عليها شوية. ما يضرك يا عبد الله أن تعترف للناس بالفضل، ما يضرك، ما يضرك، والله إن قيمتك تزيد عند الناس إذا اعترف. مما ذكروا أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى اتصل به غلام، اتصل به غلام فقال له يا شيخ، وطبعا الشيخ بن باز كان هو المفتي العام ديال المملكة العربية السعودية رحمة الله عليه جميعا وعليه وعلى بقية العلماء، وكان من أشد الناس تواضعا، حتى إن من رآه يظن أنه سائل، يظن أنه سائل، يعني يمكن أن يعطى الصدقة مع أن المال كان بين يديه، وكان الأغنياء يعطونه أموال الزكاة فلا يقوم من مجلسه حتى يوزعه رحمة الله عليه. يعني اتصل به غلام فقال يا شيخ إننا نحتاج في كل بلدة إلى من يفتينا، يعني كنحتاج عندنا مسائل وربما المفتين قلال خصنا يجعلوا لنا كذا. فقال له من أنت؟ قال فلان. قال كم عمرك؟ قال 13 سنة. فقال إن شاء الله تعالى، فكتب إلى هيئة العلماء وأخبرهم بذلك. ولما صدر القرار بجعل المفتي في كل بلد قال نصحني بعض الغلمان بكذا وكذا وكذا، فأنا رجعت له. لا يضره، لا يضره، بل يزيد ذلك من قدره. قال عبد الغني الأزدي لما رددت على أبي عبد الله الحاكم، طبعا الحاكم هذا من علماء، أبو عبد الله الحاكم هو صاحب المستدرك على الصحيحين وهو صاحب كتاب المدخل إلى الصحيح، فكتب هذا الكتاب وألفه. فجاء عبد الغني الأزدي فرد عليه، يعني استخرج الأوهام التي وقعت له في الكتاب، استخرج الأوهام والغلطات والأخطاء والهنات التي وقعت له في كتابه. فلما فعل ذلك بعث إليه الحاكم يشكره ويدعو له. قال فعلمت أنه رجل عاقل، فعلمت أنه رجل عاقل. جاء في بعض الروايات هذا الموقف أنه كان يقرأ كتاب الأزدي على طلابه، يقرأ كتاب الأزدي على طلابه، يقول لهم شوفوا هذا الكتاب، أنا راه كنت كتبتها هكا وخطأت فيها و...
عبد الغني يعني نبهني لهذه المسألة، لا يجد غضاضة في ذلك، لأن مقصودهم حينما يتصدون للعلم وحينما يؤلفون للناس أن يوصلوا إلى الناس علما صحيحا يعني محررا مؤصلا مباركا، فهم يعني يريدون أن تصحح يعني أخطاؤهم. شوف عمر رضي الله عنه كان يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا غير بالمسألة غير بالعقل. وش أنت تريد أن تلقى الله بعيبك وأن تلقى الله بخطائك وأن يتعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى بأخطائك التي بتتها في كتبك وفي مجالسك؟ والله إنك لأسعد الناس إن وفقت لمن يدلك على الخطأ الذي وقعت فيه، لكن شريطة أن يكون ذلك بأدب، وأن يكون ذلك يعني أن يريد بذلك صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب في الكتاب الذي كتبه لأبي موسى الأشعري في القضاء، تعرفوا سيدنا أبو موسى الأشعري كان واليا وسيدنا عمر هو الخليفة، فكتب إليه كتابا في القضاء يعرفه أصول الأحكام، وهذا الكتاب يعني من أشهر الكتب، وقد شرحه يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين شرحه، بل بعض العلماء قالوا إن هذا الكتاب هو شرح لكتاب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول ضمن هذا الكتاب: ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ولا يبطل الحق شيء، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. لا يمنع عنك قضاء، مش القضاء يقول أنا حكمت اليوم بهذا الحكم وتبين لي بأنه خطأ، ولكن إذا رجعت غادي يقول الناس هذا كان كيخربق، هذا كان كذا، لا ارجع للحق، فالحق قديم ولا يبطل الحق شيء، الحق لا يتقادم، شي بحال هذه الأحكام الآن ديال المحاكم الوضعية تقول لك هذه المسائل تتقادم وتسقط الدعاوى وكذا، لا، احنا في الشرع عندنا بأن الحق قديم وينبغي الرجوع إليه متى تذكره، ولو أن الإنسان تذكر خطأ وقع له قبل 10 سنين فعليه أن يراجع الحق. لو تذكرت صلاة عليك أن تصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما يقولش بأنه صافرة مش الحل، صافرة مش الحل، لا، ارجع إلى الحق فإن الحق قديم. وهنا أذكر يعني قصتين وأختم بهما إن شاء الله تعالى. جاء في أحكام القرآن لابن العربي، ابن العربي هو المعافري المالكي رحمة الله عليه، وصاحب أحكام القرآن تفسير المعروف، وأيضا هو صاحب يعني عارضة الأحوال في شرح سنن الترمذي. يقول: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة، وصلت الفسطاط مرة، يعني دخل مصر إلى مدينة الفسطاط، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه، يعني هو كيحدث الآن في الفقه ويذكر شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. طبعا هذه الأفعال إنما تكون تجاه الأزواج، يعني طلق أزواجه وظاهر من أزواجه وآلى يعني من أزواجه. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة أو شارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك، يعني ما كانش كيعرفه من قبل، عرف أنه من الغرباء. فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن الكلام، اتركوه يتكلم. فقاموا وبقيت وحدي معه، وهذه بحال القصة ديال مالك، يعني تركه حتى يعني يبين له الخطأ الذي وقع فيه دون أن يحرجه، حتى بقيت وحدي معه. فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، يعني الإيلاء كان من النبي صلى الله عليه وسلم، والإيلاء أن يمتنع الرجل من إتيان أهله شهرا أو نحو ذلك، وهو له تفصيل يعني في الفقه معروف.
وطلق أيضا صدقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعد أزواجه، فقد ثبت أنه طلق حفصة، فجاءه جبريل عليه السلام وأمره أن يراجعها وأخبره بأنها صوامة قوامة وإنها زوجته في الجنة، فراجعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حصل منه الإلاء وحصل منه الطلاق. قال وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني إلى نفسه وقبل رأسي، فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، بكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني، يعني تصور دابا الفقيه جالس في المنبر واجتمع حوله الناس يسمعون كلامه ويسمعون علمه، فلما رآه قد دخل المسجد نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي، فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي. هو يعني هذا يقول لمن روى عنه، قال وتعرفني يا أبا بكر، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا يعني سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حياء، يعني كان معروف بالخجل وبالحياء، من اللي هو كيقول له مرحبا بمعلمي أفسح لمعلمي أخذه من ذلك خجل وحياء كبير. قال واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل النار. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، يعني كلمتكم بهذا وأخذتم ذلك عني ولم ينتبه أحد ولا رد أحد ذلك ولا فطن له، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، من سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. يعني شتو الدرجة لش وصل هذا الرجل هذا لما رجع في مسألة وبين له خطأه، يعني ضمه وقبل رأسه ويعني لم يتحرج أن يذكر ذلك في الملأ، وهذا إنما يزيده شرفا ورفعة. القصة الأخرى ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى في رسائله، يعني مطبوعة مفردة. وابن حزم رحمه الله تعالى تعرفون يعني شدته، يعني كان شديدا في الحق، وكان له لسان يعني حاد، حتى إنه قد قيل يعني لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، لسان ابن حزم وسيف الحجاج يعني شقيقان، يعني كما السيف ديال الحجاج يعني قاطع، كذلك لسان ابن حزم قاطع، فكان إذا أراد نصرة السنة ووقع على من خالفه فكان يشتد، يعني وهذا من غيرته على السنة، ليس يعني من باب الكبر ولا، ولكن الطباع تختلف، كاين اللي كيكون الطبع ديالو حاد، وهذا لا يستنكر على أهل العلم الذين هم أهله. هذه القصة التي وقعت أنه ناظر بعض العلماء في مسألة من المسائل من مسائل العلم، وهو يحكيها هنا. قال وأخبرك بحكاية لولا رجاؤنا في أن يسهل بها الإنصاف على من لعله ينافر ما ذكرناه، يعني هذه القصة هو يعتذر أولا عن حكايتها، قال لولا أنني أرجو أن تنفع من يستنكف عن الرجوع إلى الحق ما ذكرتها، لأن في الحقيقة هي فيها يعني بيان لفضل ابن حزم رحمه الله،
وهو يريد أن يكتم ذلك، ولكن إنما يحكي ذلك من باب الاعتبار لكي ينتفع بها من لم يكن عنده شيء من هذا الخلق. قال: وهي أني ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه، فعلوته فيها يعني ظهرت عليه، غلبته. لماذا؟ بسبب ضعف كان في لسانه، بسبب ضعف كان في لسانه، فلم يستطع أن يظهر حجته عليه، فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه. وانفصل المجلس على أني ظاهر، يعني الناس تفرقوا وكيقولوا ابن حزم هو المنتصر، هو صاحب الحق في هذه المسألة، يعني اللي نقصد عنده هو هو هذه المسألة العلمية ينبغي أن يرجع الناس فيها إلى الحق، ولا يضره سواء كان هو المحق أم خصمه. ويرحم الله الشافعي رحمه الله تعالى، كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لساني، ما ناظرت أحدا. يعني هؤلاء يعني في الحقيقة غلبوا أنفسهم، ما كانوا يريدون المناظرة من أجل الشهرة ولا المناظرة من أجل إظهار فضل علمهم، وإنما يريدون إظهار الحق. ولذلك قال: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على لساني. أنا يعني واحد الإنسان مخالف معايا في مسألة علمية وكنت نظر معها، أنا طبعا أنا كنقصد وأنا كنعتقد بأن كلامي هو الحق، وكذلك صاحبي يعتقد أن كلامه هو الحق، فأنا أسأل الله أن يكون الحق مع صاحبي. ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يكون الحق معه، لأنه إن ظهر الحق مع خصمه فإنه يسهل عليه أن يتبعه وأن يرجع إليه. الشافعي رحمه الله لما ألف كتاب الأم ودفعه إلى يعني إلى تلميذه الربيع، قال له: خذ هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب على ما فيه من خطأ. الشافعي إمام من أئمة المسلمين، الشيخ محمد بن إدريس المطالبي إمام المذهب المعروف، ألف كتاب يعني ما ألف مثله في الفقه، ودفعه إلى تلميذه، قال: خذ هذا الكتاب على ما فيه من خطأ. فقال له الربيع: يرحمك الله، أصلح لنا الخطأ. يعني إذا بشوف هو ما انتبهش، قال يعني مثلا هو أنت كتقول فيه أخطاء، هو صحح الأخطاء وأعطيه لنا كامل، أعطينا الكتاب كامل مكمول. قال: أصلحه بارك الله فيه. قال: كيف وقد قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف وقد قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله أن يتم إلا كتابه، أبى الله أن يتم إلا كتابه. يعني ليس هناك كتاب يمكن أن يوصف بالتمام وبالصحة إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن يعني خرج الناس وانصرفوا من المجلس وهم يعتقدون أن ابن حزم ظهر على صاحبي في المسألة وأن القول ما قاله ابن حزم. قال: فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء، يعني ما اطمأنش، وقال هذه المسألة يعني نعود نرجع. فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي. يعني وصل الآن إلى أنه كان مخطئا وأن خصمه كان مصيبا. وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته بذلك، يعني أخبره بأنه كان مخطئا في المسألة وأن صاحبه الذي ناظره كان محقا. ثم رآني قد علمت على المكان من الكتاب، هذا صاحبه شافوك يضع واحد الورقة مثلا وكيعلم على المكان اللي فيه هذه المسألة التي تثبت صحة ما قاله خصمه. فقال لي: ما تريد؟ يعني صاحبه تعجبك يقول لي: علاش كتعلم على هذه المسألة، على ذاك الموضع من الكتاب، ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله. شفتوا النفوس ديال العلماء كدايرة؟ يعني بغيت نمشي عنده ونقول له: أنت كنت على حق وأنا كنت مخطئ وأنا غادي نرجع ونرجع للقول ديالك، أتوب، لا حرج في نفسي من ذلك. قال صاحب ابن حزم: فهجم علي من ذلك أمر مبهت، تحجب، يعني هذه المسألة جاته كبيرة بزاف، وقال لي: وتسمح نفسك بهذا؟ وتسمح نفسك بهذا؟ فقلت له: نعم،
ولو أمكنني ذلك في وقت هذا لما أخرته إلى غد. هذا الشيء يعني كان في نص الليل، لو أمكنني ذلك في وقت هذا لما أخرته إلى الغد. يعني المبادرة، ماشي دابا يبقى يتردد الإنسان حتى يضعف إيمانه ويعني تأتيه الوساوس فيستقر على الخطأ ويتمادى فيه. لا، قال لك لو أمكنني نمشي الآن عنده نمشي نقول له دابا راه كنت أنا مخطئ، ولكن لبعد الشقة وصعوبة الأمر. قال واعلم، وهذا هو الخلاصة، قال واعلم أن مثل هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر، واعلم أن مثل هذا الفعل يعني رجوعك للحق يكسبك أجمل الذكر مع تحليك بالإنصاف الذي لا شيء يعدله، ولا يكون غرضك أن توهم نفسك أنك غالب. كي الناس دابا اللي كيوهم نفسه بأنه على الحق وبأنه يعني أعلم من غيره وبأنه أفقه من غيره وبأنه أورع من غيره، مع أنه يعلم من نفسه حقيقة خلاف ذلك. قال ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ويثق بحكمك أنك غالب، وأنت في الحقيقة مغلوب، وأنت في الحقيقة مغلوب، فتكون خسيسا وضيعا جدا وسخيفا البتة وساقط الهمة، وبمنزلة من يوهم نفسه أنه ملك مطاع وهو شقي منحوس. هذا بمنزلة من يوهم نفسه أنه ملك مطاع وهو في الحقيقة شقي منحوس. فما أكثر الأشقياء المناحيس، يعني الذين يعني يوهمون أنفسهم ما ليس فيهم، يوهمون أنفسهم ما ليس فيهم. إذن العلماء من تواضعهم كانوا يرجعون إلى الحق إذا ظهر لهم. ويكفي أن الشافعي رحمه الله تعالى غير كثيرا من مذهبه، حتى إن العلماء حينما يذكرون أمور الفقه يقولون قال الشافعي في القديم، قال الشافعي في الجديد. يعني لما رحل إلى مصر يعني اطلع على أحاديث لم يكن سمعها أو كان سمعها ووصلت إليه من طرق لم تصح عنده، فغير شطرا من مذهبه، فكان يقال قال الشافعي في الجديد، قال الشافعي في القديم، وقال الشافعي في الجديد. فرحمة الله على أهل العلم الذين علمونا التواضع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متواضعين، وأن يجعلنا نتواضع للحق ونخضع له ونرجع إليه متى ظهر لنا، فإن الكبر ليس من صفات المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، كما جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلما سئل عن ذلك وعن معنى الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، معنى بطر الحق أي رده بعد التبين، كيبان لك الحق ولكن يعني كتبقى تدفعه ولا تقبله، كما فعل يعني اليهود بان لهم الحق، وكانوا كيعرفوا بان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات، ولكن لما حسدوه لم يتبعوه، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، يعني تبينت لهم اوصافه وابوا ان يتبعوه. ولا اريد ان استطرد في هذا المعنى فقد ذكرناه مرارا. إذن نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله الذي جمعني بإخواني في الدنيا على طاعته أن يجمعني بهم في الآخرة في جنته وذلك كرامته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.